أغلق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صفحة مباراته مع الإنتاج الحربي والتي انتهت بفوز المارد الأحمر 3-2 يوم أمس الأول في المباراة المؤجلة من الأسبوع 25 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وذلك من أجل التحضير لمباراته ضد أسوان بعد غد بنفس المسابقة. ويخوض بيتسو موسيماني ورفاقه المباراة بهدف تحقيق الفوز على أبناء الجنوب من أجل القبض على نقاط المباراة كاملة لاستعادة صدارة الدوري والفوز بالدرع السادس على التوالي والثالث والأربعين في تاريخه. وبدأ الجهاز الفني رحلة استكشاف فريق أسوان الذي سيواجهه في 7 PM بعد غد باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الأسبوع 17 من مسابقة الدوري. وعكف محللو الأداء بالنادي الأهلي على مشاهدة مباريات أسوان الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع خطة المباراة. وخلال مران الفريق اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة، عقد موسيماني جلسة مع اللاعبين شرح خلالها الأخطاء التي وقع فيها البعض منهم، كما تحدث عن طرق تصحيح هذه الأخطاء لتفاديها في المباريات المقبلة والتي لا تقبل القسمة على 2. ويدخل المارد الأحمر مباراته المقبلة أمام أسوان مفتقدا 6 لاعبين، هم محمد الشناوي، طاهر محمد طاهر، أكرم توفيق، أحمد رمضان بيكهام، ناصر ماهر، وصلاح محسن بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، إلى جانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هاني للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.